لإلي إنه حدا يقول لي شو يعني تعمل موسيقى، يعني إنه الطريقة اللي بعيش فيها كل يوم، والشي اللي إنه ديفاكتو بوعى وبلش بفكر بهذا الشي، بعمل موسيقى لأنه ما في أعمل شي تاني، مش لأنه بقعد وبقول لحالي أعمل موسيقى. هنا يمكن كانوا مفكرين إنه هاي it's a phase، عرفت كيف؟ إنه هاي المنتاليتي يعني موجودة ب تقريباً إنه بكل عالم ال بالعالم العربي، إنه في عندك المهن البروفيشنال اللي فيك تعملهم، اللي هن تكون دكتور أو تكون مهندس أو محامي وإلخ وإلخ وإلخ، وكل شيء خاصه بالفن بيكون مثل هواية. بعتقد زهو الناس إنه يشوفوا دائماً قصص polished وقصص الناس عبيلهم يشوفوا قصص طبيعية وقصص عم تصير على الأرض. وبعتقد نحن إنه بحياتنا اليومية كفرقة هون بلبنان بيروت من مثل الشباب اللبنانية منا، إذا بدك عم نجرب بنفرجي غير صورة عن حالنا. ما عنا أبداً غموض حول الأشياء اللي نحن مجرب نعملها أو الأشياء عم نجرب نقولها مع الفرقات. clear. إذا أنا بجرب لخص ميشن تبع مشروع ليلى، نقدر نقدر نوصل الفكرة، مش موسيقتنا ولا حتى موسيقتنا، نوصل الفكرة أنه في محل لغير نوع موسيقى والناس مستعدة تستقبل هيدا الشيء. الشيء اللي كان مختلف psychologically وقت الباربيكن كان الأشهر اللي قبل الباربيكن، أنه عارفين أنه واصلين على هذا المسرح، بس أنه بالنهار نهارين اللي قبل الحفلة بنفسها دايماً بكون نفس الشيء، بعمل ربع انهيار عصبي، يعني بعمل ستريس كتير وبطل فيها تطلع بالناس بعيونه على فترة، برجع بطلع على المسرح وبعد تلت ساعة بيمشي الحال. جمهورنا هو إذا بدك بيقرر قدي رح نضاين، ولهلأ الجمهور يعني كتير عم يكون حدنا وكتير عم يشجعنا وكتير يعني بعقد الجمهور.